عباد الله، أقوام سيلجمهم العرق إلجاما، أقدام سيبلغ بها العرق كل مبلغ، هي أقدام والله ما خافت الله في هذه الدنيا، هي أقدام سعت إلى كل محفل إلا إلى المساجد، هي أقدام سارت إلى كل معصية، هي أقدام خالفت شريعة الله عز وجل، هي أقدام كانت تتردد بالسير إلى معصية الله، هي أقدام عباد الله كانت تقصد مواطن الخنا والزنا والخمر والفواحش والمنكرات، هي أقدام كانت تسير إلى مجالس الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والخيانة والغدر والرشوة، هي أقدام كانت تتألى على الله جل وعلا، كساها الله عز وجل العافية فظنت أنها باقية فحاربت ربها بتلك المعصية في ذلك اليوم لا مجاملة، في ذلك اليوم لا مجاملة، يبلغ العرق بتلك الأقدام كل مبلغ.